عسلمة جمال. عسلمة شمس. أي طلع قديش فما من طالب في جامعة ولسلمانة؟ 10,000. ليه؟ فما 28,860 طالب. قل لي قديش فما من جنسين؟ أغلبية توينس. 7؟ ليه ليه؟ فما قرابة 30 جنسين. 30 جنسين؟ أي كيما شكور؟ كيما كوت ديفوار. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Kone Youssouf. Je viens de la Côte d'Ivoire. Chers amis, je vous invite à venir à la deuxième édition de l'UTM Faculture qui se tiendra le 21 février. Alors, chez nous, chers amis, on dit bienvenue, c'est Aquaba. Oui, je suis Kone Youssouf. 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 Je suis باحث ماجستير في كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تونس المنار، عندي ما يقرب 7 سنوات في تونس الشقيقة والعزيزة. ما أود قوله حقيقة أنه على الرغم من الألم والقهر والصعاب اللي بتمر في فلسطين، لكن فلسطين دوما حاضرة بتاريخها وبثقافتها وبكوفيتها. جامعة تونس المنار، منارة الثقافات، انتظرونا في ساحة جامعة تونس المنار. زيدك زيادة، ثم جنسيات أخرى من موريتانيا، من الأردن، من الصين، من تركيا، وبرشا ثقافات أخرى اللي نحبكم تجيو تكتشفوهم نهار الأربعاء 21 فيفر.